السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا حبيبنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عن رؤية الحمام في المنام. رؤية الحمام في المنام يا حبيبنا الكرام قد تدل على الرسول الأمين والصديق الصدوق والنساء ذوات حفظ الأسرار والكد على العيال. وقالوا أن رؤية الحمام في المنام قد تدل على الرجل كثير النسل المنعكف على أهل بيته. وقالوا أنه ربما دلت رؤية الحمام في المنام على كثرة البكاء والنواح، اللي هو الجماعة اللي بيعددوا في الميتم، الستات اللي بتقعد تعدد وتقعد تعمل حركات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، ليست من السنة في شيء. فقد ربما تدل رؤية الحمام في المنام على النوح وكثرة البكاء. قال وأن هدير الحمام ربما دل على معاتبة رجل لامرأة، ومن رأى أن حمامته نفرت منه، لو أن رجل رأى في المنام إن كان عنده حمامة ونفرت منه ولم تعد إليه، فلربما دلت هذه الرؤية على أنه يطلق زوجته أو تموت. وأيضا قالوا أن من كان له حمائم طيارات، لو في راجل عنده حمام بيطيره، بيطير حمام، فقد تدل هذه الرؤية على أنه عنده نساء ولا ينفق عليهن. يقول ابن سيرين رحمه الله رؤية الحمام تدل على خير يأتي من بعيد، وأن الحمامة قد تدل على امرأة حبوبة محبوبة. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، الودود اللي هي الحبوبة اللي هي بتألف وتؤلف. فقالوا ربما دلت رؤية الحمامة في المنام على امرأة حبوبة. وقالوا لو أن العازب رأى في منامه أن عنده في بيته حمامة، فربما تزوج من امرأة حسنة، امرأة حسنة وامرأة ودودة محبوبة، وكانت ربة لبيته ولداره. أيضا يا أحبابنا الكرام قالوا أن من رأى في المنام أنه يذبح حمامة، فلربما دل ذلك على افتضاد بنت أو افتضاد بنت بكرا. وقالوا لو أنه أكل من لحمها فلربما دلت رؤيته على أنه يأكل مال الخدم. شايف أنه هو ذبح حمامة وأكل لحمها يبقى هياكل مال الخدم. يعني في كلام الناس أعطي للأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لكن من رأى هذا المنام فإنه آكل لمال الأجير، إنه يشغل عنده ناس لكن لا يعطيهم أجرة. ده مين؟ ده اللي شاف إنه رأى أنه يذبح حمامة وأنه يأكل من لحمها. وقالوا ربما دل الحمام الكثير على رياسة تصيب الرائي إن رآها وملك منها شيئا، لو كان موظف يترقى أو أنه يولى ولاية على قدره، على قدره وعلى قده ينال ولاية. وقالوا أن رؤية صيد الحمام، لو رأى في المنام رجل أنه يصطاد الحمام، فلربما دلت هذه الرؤية على أنه يجمع مالا كثيرا من رجال أشراف. وقالوا الأبيض من الحمام يدل على الدين، والأخضر يدل على الورع أو على التقوى، والأسود من الحمام لربما دل على سادات الرجال. وقالوا أن من رمى حمامة في المنام، رمى حمامة بشيء، فإنه في الحقيقة لعله يقذف امرأة، قذف المحصنات، يرمي امرأة بكلام سيء، أو أنه يراسلها بكلام لا خير فيه. وقالوا أن من رأى في المنام أنه يأكل من لحم وريش الحمام
فإنه يصيب مالا كثيرا ونعمة، فإنه يصيب مالا كثيرا ونعمة. يريش يبقى مريش، فمن أكل ريش ولحم الحمام فإنه يصيب مالا كثيرا ونعمة. ده اللي احنا قدرنا نجمعه النهاردة من رؤية الحمام في المنام. لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة يا ريت يعمل اشتراك في القناة، يفعل خاصية الجرس يختار منها الكل حتى يأتيه إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.